lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play a favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. Make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company. Don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of Donc l'humain va dire au panettones. Panettones, c'est معروفين كي يديروا في المناسبات كيبغيوهم في الدار ديالي. دونك غادي نديرهم بجوج ديال الاشكال. هو بحال شكل ديال البيسكوتشو وكنعمرو من الداخل. غادي نديرو بجوج الاشكال. الشكل الاول غادي نديرو بالزبيب والدركاع والشوكولاط, والشكل الثاني غادي نديرو بهاد لي ميلونج ديال الفواكه الكوفي. هنايا البابايا, البرتقال, الحامض, سيبويلا, نفس الشيء. هنايا غادي نحتاج ثلاثه ديال البيضات, ثلاثه ديال البيضات اولا جوج من الحجم هاي. انا عندي موين ثلاثه ديال البيضات, 80 غرام ديال الزبده, 80 غرام ديال السكر. انا ما بغيتش ندير هذا السكر بني بيو, يعني ما كيقر والو. ندير هذا. بغيتو ديروا البيض ديروا من 80 حتى 100 غرام. ندير معلقه ديال الفانيليا, قبصه ديال المليحه, وغادي ندير 150 ملي ديال الحليب, وغندير 25 غرام ديال الخميره المعجونه. الا كانت اليابسه ديروا 8 غرام ولا 5 غرام. وغادي ندير ديال الطحين. انا ما درتش الفورس, درت ديال الفوارسه وخلطته مع شويه ديال البسكوتشو. ولكن الاغلبيه يعني 500 ديال الطحين علين 350 غرام ديال ارينا دي فوارسه. دونك هذه الطريقه ديال البانيتون غنديرها سريعه. وما حدي كنوجد درت الفران يسخن. غادي ندير كلشي المقادير غادي نخلطهم في الطبقه واحده. الزيست ديال جوج ديال البرتقالات وحامضة باش كيعطينا داك المذاق ديال البانيتون رائع جدا. Hiding under covers, I don't mind staying in with you.
play your favorite movie, playing right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Take my walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. واللي أول مرة كيزورنا وكيدخل القناة، هذه قناة مشتركة بين لطيفة وسعيدة. إلا عجبكم المحتوى وعجبكم المضمون ديال القناة، ما عليكم غير تشتركوا، ومرحبا بكم في القناة ديالنا. فيديوهات مختلفة كتشتمل على فيديوهات طبخ، روتينات، تنظيف، تنظيم، مشتريات وباتش كوكين كذلك. هنا كنوريكم الموس ديال الماكينه، ماضي بزاف كنرد البال لان واحد المره قطعت يدي الصراحه. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need, all I need. صافي هنايا غادي نديرها تخمر، وهاد بغيت نشارك معكم هاد لي بلاستيك ديال الغطاء، الصراحه عجيبين كيصلحوا لبزاف ديال المسائل. دونك العجينه غادي نديرها في الفران اللي ديجا سخنته، ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها عاد ندوزو للتطبيق. نقسمها على جوج لان نص غنديرو لهذا ونص غنديرو لهذا. نحيدوها هكا مرتفع، وهنا غادي نجيب القواليب. هذا هو البانيتون، هكا كيجي خصو يجي كبير، ما كيجيش بحال البيسكوتشو. دونك غادي ندير واحد هنايا وواحد، بما ان ما عنديش دوك لي بابيي سبيسيال ديال البانيتون، انا اللي عندي في الدار الكاغيط خديت هذا، حتى هو الحجم ديالو صغير، واخا يجي ما طالعش بزاف سي با غاف. دونك بطبيعه الحال درت لهم الكاغيط ودرت لهم الزيت. دابا غادي ندير بطريقه عشوائيه، يعني ماشي ننظمو ونستفوهم، لان غادي نجمعها وغادي ندير لو بتي شوكولا. هاد لو ميلونج هذا، هاد لا كومبيناسيون كتجي زوينه ديال الزبيب والكركاع والشوكولاط، كتجي رائعه. انا ما حنا ما كيعجبوناش نديرو مثلا هاد لا كومبيناسيون ديال لي كونفي مع الفويسات، ما نكون على حسب ما باش يجينا مقاد، باش يطيب يجي زوين. ها
هذا ديال الكركاع غادي نديرو هنا. انا درتو هنا وغادي نخليه دابا يخمر على خاطرته للمره الثانيه نوسعو حتى هو. هذا كيجي من السم زوين في الدار كيبغي بزاف لا بنتي ولا زوج ديالي. حاولوا نمزجوهم مزيان. الاخر ما بغيتش نمزجو بزاف حيت الكركاع باش ما يتقطعليش العجين ويخرج على برا. هذا كيساعدكم تلويوه مزيان. عندي بول صغير بحال هذا لو كان راه درتو تما غادي نديرو هنا. بطبيعه الحال ما غاديش يجي طالع بزاف ولكن غادي يجي. حنا الغرض هو ان نوريكم البانيطون كيفاش داير والطريقه ديالو باش حتى نتوما ديروه لوليداتكم والعائله ديالكم. دابا غادي نخليه يخمر المره الثانيه حتى يضعف الحجم ديالو عاد نديروه في الفرن. دابا من بعد ما ضعف الحجم ديالو هنا خلطت واحد البيضه دونك غادي ندهنو بالبيضه. الا عندكم رقائق اللوز ديروها من الفوق. انا غادي ندهن بالبيضه وغادي ندير شويه ديال السكر كلاص من الفوق صافي غير التزيين فقط. علاش كندهنو بالبيضه؟ باش يجي محمر زوين في المنظر. و غادي ندير له واحد الفليحه من هنايا حتى هذا الضعف الحجم ديالو تبارك الله. غادي ندهنو بطبيعة الحال ما غاديش يجي حلو لان ما درتلوش السكر بزاف. سكر بني طبيعي بيو ما كيكونش بحال السكر البيض. فهذا غادي ندير له نفس الشيء. او غادي ندير له شويه ديال السكر كلاص من فوق على درجة الحرارة 180 من الفوق ومن التحت صافي. غادي نخليوه فاش نشوفوه تحمر غادي نجبدوه. لو بقيت مبدلت حوايجي غادي نخرج نمشي نجيب البنيته. ديجا بزاف هانتوما غادي نقطعو معاكم واخا سخون. بحال غادي ندردر عليه شويه ديال السكر كلاص. فرحوا اليوم في الدار نقطع هذا ولا هذا نقطع هذا. اوكي ها سخون البنات واخا روعة روعة وكيجي عامر في الزبيب والقوام. هانتوما
واش كيبان لكم ولا لا؟ ها انتما غادي يكون عندهم بوتي رائع. دونك الى في امان الله تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش تشيروا بلايك، تخليوا واحد الكومونتير صغير غير صغير، الملاحظات ديالكم اولا شنو هي المسائل اللي بغيتوا تشوفوا، اولا لو كان درتي هكا ساعد لو كان راه جا احسن. المهم افكار نتشاركوها مع بعضياتنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. يلا خليكم في امان الله، مع السلامه.